المحاور في الورشة اليوم هي أهمية مشاركة المرأة كشريك فعال في المجتمع، أهمية الحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة، كيفية عمل الحملة الانتخابية في الانتخابات، كيفية إعداد برنامج انتخابي ناجح في الانتخابات. ما تخوضش في أي مرحلة في المجال السياسي، أما حاليا سمحت لها الفرصة أن هي تشترك في هذه الدورات التوعوية وتشترك في هذه الندوات باش تقوم بأكمل وجه في عدة نقاط، اللي هي منها النقطة السياسية. المرأة هي طبعا في مجال القانون، في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجالات واجدة هي خاشة. المنطقة التي تليها هي تاجورة 60,000 ناقة.